بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المونديال. النهاردة وأخيرا خلاص عرفنا هنلاعب مين، هنلاعب نادي الهلال السعودي بعد هزيمته من تشيلسي النهاردة بهدف مقابل شيء. طبعا عندنا كلام كتير جدا في حلقة النهاردة كالعادة الحقيقة، دائما في برنامج الأهلي والمونديال خلاص عرفتوا التفاصيل اللي بتبقى موجودة عندنا في هذا البرنامج، كل ما يخص بعثة النادي الأهلي، كل الأمور الخاصة بكل ما يحدث في الإمارات من أمور خاصة بفريق كرة القدم للنادي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتكون معانا دايما في برنامج الأهلي في المونديال. ودايما وكالعادة بما أن برنامج الأهلي في المونديال بيكون برنامج مختلف، وبالتالي دايما بتلاقي المذيعين مختلفين، يعني دايما النهاردة هيكون معانا أحد نجوم شاشة قناة النادي الأهلي، قليل قوي لما بنشوفه، يعني أنا شايفه عمال يفرك في عينيه من دلوقتي، فيعني لأن هو دايما بيبقى موجود مع حضراتكم دايما الصبح. النجم كريم كوجك اللي هيكون معانا النهاردة في حلقة اليوم بالكامل، الحقيقة بيشرفنا طبعا وبينورنا، واحد من نجوم شاشة قناة النادي الأهلي. ازيك كريم؟ مشرف ومنور. والله أنا اللي متشرف، أنا اللي متشرف وأنا اللي متطور وأنا اللي سعيد بوجودي مع حضرتك النهاردة. طبعا بمسي عليك كابتن إسلام وبمسي على كل حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم، يعني نادرا فعلا ما بلتقي بكل حضراتكم في فترة المساء والسهرة، بس أنا النهاردة ومن حسن الحظ يعني القدر بعت الهدية دي، فرصة عظيمة جدا إن أنا ألتقي بيكم أولا، وطبعا إن أنا كمان ألتقي بكابتن إسلام الشاطر، لأن إحنا دي أول مرة نلتقي قدام الكاميرا. فسعيد جدا بوجودي معاك، وعايز برضو من باب العلم بالشيء عشان برضو إيه نكون على بينة من أولها، أنا عايز أقول لك وإحنا داخلين على الهوا كل الزملاء في الإعداد مشكورين، يعني إيه حاولوا يشرحوا لي إحنا النهاردة هيكون عندنا كذا، الفلو بتاع الأحداث هيكون عامل إزاي، عندنا تخيلتهم بقول لكم إيه، أنا جاي أقعد مع كابتن إسلام قعدة حلوة. هو ده الطبيعي. هو والله العظيم الليلة بالكامل عندك أنا جاي أقعد معاك قعدة حلوة لكذا سبب، أولاً وحياة ولادي عشان ما يبقاش بس فيها أي شبهة مجاملة، أنا بحبك جدا وبحبك كلاعب جدا، والأهم كمان ودي كانت من عناصر الجذب الجميلة قوي اللي أنا إيه بخباسة كده استشعرت إنها هتحصل في حلقة النهاردة، إلى جانب جودتك كلاعب اللي لا غبار عليها وأنت في غنى عن اللي إحنا بنتكلم عنها، أنت كمان بترمز للناس اللي زي حالاتي، بترمز لزمن حلو قوي والجيل حلو قوي غير متكرر وليه طعم ما حدش عارف حتى يقرب منه. فقاعده بقى معاك ومع النجوم اللي هينورونا النهارده طبعًا. برضو كباتن كبار طبعا مع جمهور الاهلي الحقيقه قاعده حلوه ان شاء الله، بتبقى دايما قاعده جمهور الاهلي قاعده حلوه وقاعده مختلفه طبعًا. دايما جمهور الاهلي بينتظر الحقيقه هذا البرنامج علشان يعرف اخبار بعثه النادي الاهلي، اللي بيحصل هناك، الدنيا ماشيه ازاي، كابتن خطيب لما قعد مع اللعيبه قال ايه امبارح، كابتن خطيب وهو في الاستاد لما قابل انفنتينو قال له ايه، كلام كتير يخص هذه الامور دايما بتبقى معانا وبتبقى دايما موجوده في برنامجكم الاهلي في المونديال زي ما حضراتكم عارفين دايما. بس في الاخر احنا عندنا ماتش صعب، عندنا ماتش صعب جدا ان شاء الله يوم السبت القادم الساعه 3 ظهرا، بالمناسبه عشان لو حد بيسال في هذا الامر، ان شاء الله يوم السبت الساعه 3 الظهر النادي الاهلي المصري سيلاقي نادي الهلال السعودي، لان زي ما حضراتكم عارفين نادي الهلال السعودي النهارده اتغلب من تشيلسي بهدف مقابل لا شيء، ولكن ادى مباراه قويه جدا 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 طبعًا نادي طبعًا الهلال السعودي، وعنده مجموعه لاعبين هنتكلم في تفاصيلهم اكتر مع الجزء الثاني او الفقره الثانيه اللي بيكون معانا فيها تفصيل للاحداث اللي بتحصل من خلال شاشه قناه الاهلي.